أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. الله صل عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالم عالم الكائن والبين والزيل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارم ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارم. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكم والعجاب عجائب في ترتيب تربي هذه الكوالم. حلق محن عذما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بمذم معتلف متراجم. صلى الله عليه. مما عند فيك يحرج من بين الصلب والترائم. لا إله إلا الله. كريم بسط لحلقي بساد كرمي والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فوني له المطالب. فلو رأيت الحدام على الكيام على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواقم. صلى الله عليه. والقوم بين نادم وتائب وحائف لنفسه عادم وآبك من الذنوب إليه هارم. فلا يزولن في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهم. صلى الله عليه. ويعودون وقد فازوا بالمطلوب وادركوا رضا المحبوب ولم يعد احد من القوم وهو حائم. لا اله الا الله. تعالى من ملك أوجد نور النبي محمد اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم. من نوركم لأن يحلك آدم منة اللازم وعرض فعرض على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسوياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قال آدم بيوني له على المراتب كيل ونوح عليه السلام. قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من حلفه من الأهل والأقارب. صلى الله عليه. كيل وإبراهيم عليه السلام. قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. كيل هو موسى عليه السلام. قال موسى أحوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومحاتم. صلى الله عليه. كيل هو عيسى عليه السلام. قال عيسى يبشر بي وهو بين يدي نبوتك الحاجم. كيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوسته بتيجان المهابة والافتحار. صلى الله عليه. ونشرت على رأس العصائم قاله النبي استحرته من لؤي بن غالب. يموت أبوه وأمه ويفوله جده ثم عمه الشكيك أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه
يبعث من دهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تذله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبين ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفام نوني الحاجب سمعه يسمع سرير القلم بصره إلى سبع الدباك ثاكب قدمه قبله ما البعير فأزل ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين النادب يداه تذهر بركتهما في المطاعم والمشارب صلى الله عليه لا يغفل ولا ينام ولكن للحدمة على الدوام مراكب إن أوذي يعفو ولا يعاكب وإن خصم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رقبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب صلى الله فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المعارب فإذا شرفت دربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك